السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رانا 25 نوفمبر 2023، رانا في قاعة حفلات لي فيلا موراسك. اليوم شفتوا الأطباق اللي درناهم الصباح المباشر، قلت لكم طيبت في داري مع كامل الخدمات بيان سور، جبناه لها واجد طايب وكلش. لا سالاد ديكوريتها لها هكذا كما قلت لكم، حبيت كي كلفوني أن اللي نقضي لازم ندير حاجة زيادة من عندي. فوالا شوفوا برك الديكور اسكو عجبكم ولا لا. لا هذاك لي سلامي هذو اللي هنايا مع ال فوالا لي بورسيون تاع الكومونبير، ولا انا درت لي كورنيشون الكونكومبر كما راكم تشوفوا، مخلل الخيار فوالا كونسيرف. هذه هي البنات الشريبه درناها بالمرمز، الشربه تاع المرمز فوالا. الله يبارك ما شاء الله تبارك الرحمن، لحقت سخونه سبحان الله. وان شاء الله ربي يشفي المرضى، الف مبروك للعائله اولا وربي يشفي المرضى ان شاء الله، خاصه اللي داروا حادث كانت العروسين، ان شاء الله ربي يشفيهم ان شاء الله يا ربي. الله المستعان، قدر الله ما شاء فعل. هذه هي البنات. المهم عندنا كلش درنا المتوم، دوك نصور لكم حتى الخبز وشريته كما راكم تشوفوا بالسانوج، شريت كيما كاش عدد كبير شرينا يعني لي باغيت، سينو لو كان عدد كبير كنا نشرو القطع الصغيره، انتهى الخبز. ان شاء الله يكون كلش عجبكم ودعواتكم معانا للعائله الكريمه ان شاء الله. ربي يطمن قلبك اختي شهرزاد. هذه هي البنات فوالا، هذا هو الديكور لنهار اليوم. حبيت فقط هذا الحديقة الساحرة لأم ريان، سلطة الحديقة الساحرة، هذه هي تاع اللي معروفة بها، سميتها الحديقة الساحرة لأنها يعني فيها الأزهار كما راكم تشوفوا. وإن شاء الله نكونوا عند حسن الظن، يعني هذه السلطة تمشي خاصة مع المشاوي كي يكونوا فيها هكذا لي فخوماج، تمشي ميم في لي بوفي يقدروا يحطوا هذا الأطباق تاع لي سلامي مع لي فخوماج ولا لي فاريتي دو فخوماج. الطبق الرئيسي راهو لحقنا المتوم هذا، ندري حطيه لهنا امينه فوق هذا، معليش باش نصور. شوفوا الله الله درناه بالحمله خروف، ان شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجميع فوالا ما شاء الله تبارك الرحمن. فوالا نستناو فقط في الضيوف يجوا من المسجد. لحقنا كانت 12 و10 دقائق والحمد لله يا ربي.